يا ريت تدعي لها بعد اذنك. يا رب. هايدي بنتي مالها يا شيخ؟ انا على فكره ماليش ذنب والله. انا نزلت السوبر ماركت اجيب حاجات وبعدين طلعت من السوبر ماركت ما لقيتهاش. انا مش وحشتني يا ادم، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انت ايه اللي جابك؟ انا اللي جبتها يا ادم. تاني يا نانسي؟ اه تاني، لاني اتاكدت ان دي انسانه بتحبك بجد، وانا عارفه ومتاكده هي قد ايه وحشاكي. بقى ايه بقى؟ شكلي ولا وحشاه ولا حاجه. يا سلام، ده انا كنت هموت واشوفك يا هبله. بصي انا خايف عليك يا هنا، خايف رجلك تيجي معايا في الموضوع الزفت ده. انا عايزه رجلي تيجي في الموضوع ده، انا عايزه افضل جنبك واخد بالي منك. طب واهلك؟ ما هو ده بقى الموضوع المفروض نتكلم فيه. التحليل ده معناه انك اب لطفل. الأدوية جابت نتيجة يا سيف الحمد لله، والتحليل الجديد للسائل البنوي بتاعك بيقول كده وبيأكد كده. ما اتعالجت؟ أنا قلت لك قبل كده مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. لا لا، حاجة غلط، حاجة مش مظبوطة. مالك يا سيف؟ مش ده اليوم اللي بتتمناه طول عمرك وكان نفسك تبقى أب؟ ايوه اب. انا مقدر طبعا انك فاقد توازنك بالفرحه. قتلت ابني، قتلت ابني. انا حيوان، انا مش طبيعي. اتأكد تاني. انت دلوقتي لازم تروحي قبل ما الدنيا تليل. مش مروحه يا ادم، انت ليه مش عايز تصدق ان انا هموت نفسي لو مشيت من هنا؟ هنا وحياتي عندك كفايه، انا مش حمل منهده، انا تعبان يا هنا. خلاص يبقى رايح نفسك واتجوزني تاني يا هنا. ادم انا عندي 21 سنه، يعني مسؤوله عن نفسي وممكن اتجوز. بص يا حبيبتي، ما ينفعش اللي انت بتقوليه، لان انت بكر والبكر بتحتاج معاها ولي. حتى حبيبتي لو ينفع مش دلوقتي. وبعدين يا حبيبتي لو